السؤال في اللي فات يا شباب. شفنا المره اللي فاتت بعض اللايرز من السيفن لاير، قلنا في لاير 7 اسمها الابلكيشن، دي بكتب فيها الداتا اللي انا ناوي ابعتها لشخص ما، وبعدين في لاير 6 اسمها بريزنتيشن، بعمل لها انكودنج، بحولها لاصفار وحايد وممكن اضغطها او اشفرها لو انا محتاج اامنها، يعني عشان لو حد سرقها ما يفهمش منها حاجه. لاير 5 سيشن هدي امر ان انا ابعتها، وطالما سيادتك اديت امر ان انت تبعتها يبقى لازم مين يستلمها بقى؟ لاير 4 اللي هيتحكم في طريقه نقلها ترانسبورت، يعني اللي هيستلمها اما يكون التي سي بي او اليو دي بي. وشفنا الفرق ايه؟ الفرق ما بينهم ايه؟ وكل واحد بيعمل ايه بالظبط. بص بقى، انت سي لو عندك رساله اهي، او انت مثلا بتعمل شات مع واحد صاحبك وكتبت هلو، وبعد ما كتبت هلو دوست انت، او ممكن تكون هتكتب له حاجه اكتر من هلو، ممكن تقعد كده ساعه تكتب اي حاجه وبعدين تدوس انت. مثلا انا هكتب دلوقتي هلو احمد، هاو ار. احنا قلنا لو الدي سي بي او اليو دي بي استلم داتا ولقى حجمها كبير بيعمل ايه؟ بيقطعها لحتت، صح كده؟ طب هنفترض يعني ان دي حجمها كبير وبالتالي مضطرين نقطعها لحتت، فهناخد دي حته لوحدها ودي كده حته لوحدها ودي حته، نفس الكلام هنا، ناخد حته واحده نشتغل عليها. ادي ايه؟ ادي هلو. والله لو كان البرنامج اللي انت بتسند بيه هلو دي اللي مبرمجه ان هو يشتغل يو دي بي، يبقى اللي هيستلمها اليو دي بي. بص بقى، اليو دي بي بيحط ثلاث حاجات مشهورين، بيحط سورس بورت وديستنيشن بورت، والحاجه الثالثه اللي تهمنا تشيك صم. في حاجه رابعه كده مش مهمه قوي بالنسبه لنا، بس هو ده كل اللي بيحطه اليو دي بي. طب انما لو كان اللي استلم الداتا ديت، وده عاده لو انت بتعمل شات اكيد اللي مبرمج البرنامج اللي انت بتعمل بيه شات برمجه ان هو يسلم مين؟ تي سي بي. التي سي بي. فلا، المره دي بقى هياخد هالو ديت ويحط لها بقى ايه؟ اكيد برضه هيحط زي ده سورس بورت وديستنيشن بورت وبرضه شيك سم. بس بص بقى، التي سي بي بيحط حاجات اكتر، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بيحطها سيكونس نمبر، رقم الحته، صح كده؟ وفي حاجات ثانيه تلاقيها محطوطه كده في اي حاجه موجوده في التي سي بي، الويندو بتاعتي، ومثلا ممكن تلاقي الاك، ببعت للي قدامي اك. كل دي حاجات ممكن تكون موجوده في الجزء اللي هو خاص بالتي سي بي، وشفناها برضو المره اللي فاتت على الباكت تريسر. بص بقى، بيقولوا على الجزء اللي بيضيفه، ده الجزء اللي بيضيفه اليو دي بي، وده الجزء اللي بيضيفه التي سي بي. الجزء اللي بيضيفه اي بروتوكول بيستلم قطعه من داتا بيسموه هيدر. دي كلها مصطلحات في عالم الشبكات لازم تكون عارفها لو انت عايز تدير الشبكات صح. يعني كده الجزء ده كده من اول هنا لحد هنا، ده كده تي سي بي هيدر، والجزء ده من اول هنا لحد هنا ده كده اليو دي بي هيدر. تمام، ان شاء الله لما نحط اي بي هات
هيبقى الجزء بتاع الاي بي هات اسمه اي بي فيرجن 4 هيدر. لما نحط مكات هيبقى جزء المكات اسمه ايثرنت 2 هيدر. تمام كده؟ كل بروتوكول من الاخر بيحط الهيدر بتاعه والتاتش بتاعه. تمام؟ طب انهي اكبر في الحجم، الهيدر بتاع اليو دي بي ولا الهيدر بتاع التي سي بي؟ اكيد الهيدر بتاع التي سي بي حجمه بيبقى قد ايه بقى الهيدر بتاع التي سي بي؟ حجم الهيدر بتاع التي سي بي هو عباره عن السورس بورت والديستنيشن بورت والويندو والاك والتشيك سم بيبقى 20 بايت. 20 بايت دي اضرب لو عايز تعرف الثروه حاجه بالظبط يبقى اضرب كده 8 عشان يديك كده يبقى 160.01. طب الهيدر اللي بيحطه اليو دي بي 8 ايه؟ 8 بايت. تمام كده؟ طبعا زي ما انت شايف الهيدر اللي بيحطه التي سي بي حجمه اكبر من الهيدر اللي بيحطه اليو دي بي، وده بيترتب عليه احنا قلنا التي سي بي بيبقى ابطا في النقل، صح كده؟ وبياخد وقت. ده مش بس كده، ده حجم الداتا بيكبر. يعني انت لو عايز تبعت لحد 1 جيجا، ال 1 جيجا دي يصبر بقى لما اقطعها حتت، وكل حته لسه هنحط لها قد ايه هيدر؟ 20. وبالتالي ده هيترتب عليه ان اجمالي حجم الداتا مش تبقى 1 جيجا، تبقى اكتر من ايه؟ اكتر من 1 جيجا. بس ده في سبيل ان احنا يعني ناخد المميزات الرائعه اللي في الدي سي بي اللي هتضمن لي ان الداتا ان شاء الله هتبقى موجوده هناك نسخه تبقى الاصل من النسخه اللي عندي، ومفيش فيها اي حاجه بايظه او اي حاجه ايه؟ اي حاجه ناقصه. طيب بيقولوا على قطعه من الداتا بعد ما يتحط لها اليو دي بي هيدر بيقولوا عليها داتا جرام. داتا جرام. ولو خدت قطعه من الداتا حطيت لها تي سي بي هيدر بيسموها سيجمنت. المصطلحات دي يمكن هتلاقيها غريبه عليك دلوقتي، لكن مع الوقت ان شاء الله هتتعود عليها. تمام؟ بالذات لو كملت بقى في مجال الشبكات ان بي بقى وان اي سكيورتي وهكذا. يبقى انت عندك دلوقتي ايه؟ داتا جرام مو سيجمنت. مفترض بقى 1 2 3 4 5 يبقى انا ان شاء الله ناوي ابعت لجاري 5 ايه؟ 5 سيجمنت. بس تلاحظ حاجه ان الداتا اللي قدامك ديت ما ينفعش تتبعت زي ما هي. السيجمنت دي يا دوبك حطيت فيها السورس بورت والديستنيشن ايه؟ والديستنيشن بورت. تيجي وظيفه اللاير اللي بعد كده بقى عايزين نحط لها ايه بقى؟ نحط لها اي بيهات ونحط لها باكات. فيلا نكمل بقى باقي ايه؟ اللاير بتاعتنا. نخش على لاير 3 اسمها ايه اللاير ديت؟ نتورك. نتورك لاير. هنا بقى اللي هيستلم الداتا عشان يحط لها الاي بيهات اما اي بي فيرجن 4 لو احنا شغالين باي بي فيرجن 4 يحط سورس اي بي شغال من نوع فيرجن 4 واما اي بي فيرجن 8 احنا مالناش دعوه دلوقتي خالص باي بي فيرجن 6 فانا شغلي كلامي هيبقى على اي بي فيرجن 4. ده البرنامج اللي هو بتاع على فكره البرنامج ده مش داخل في الشغل هو اصلا مفيش كارت واي فاي راجل ما انا بقول لك اشتغلنا يعني بس انا جربته عندي وانا مذكر الكارت او عرفته الاجهزه النوم انا بقى جربته على اللاب وما كانش في حد غير في الشبكه كان كل شويه جدا. لا انت تلاقيك نسيت تعمل سيف دوست انا حصلت معايا كذا مره بعد ما تيجي على الجهاز بتاعك وتخليه وتعلم عليه ان هو نوم دوس على سيف تمام وجرب كده عشان انا برضه حصلت معايا الحته دي. هو هنا يا شكله جاي الاجهزه الوايرد مش الاجهزه الوايرد طيب يبقى قلنا ان هيستلم الداتا اي بي ايه؟ اي بي فيرجن 4 بقى هيستلم سيجمنت اما يستلم سيجمنت او يستلم ايه؟ داتا جراف. داتا جراف صح كده؟ يبقى اي بي فيرجن 4 يا تجيله قطعه من الداتا ببورتاتها من الدي سي بي يا تجيله منين؟ من اليو دي بي. يا تجيله من اليو دي بي. هو بسيط زي ما تجيله هو هيحط يقوم بالواجب وزياده. يقوم جاي واخد ايه بقى؟ سواء كانت سيجمنت او كانت داتا هو مش هتفرق معاه يعني مش هيحط الواحده حاجه ازيد من الثانيه فاحنا مش فارق معانا سيجمنت او داتا جرام. ايه بقى الحاجات المشهوره اللي احنا اخذناها الاي بي فيرجن 4 بيحطها؟ حط بقى حضرتك السورس سورس اي بي ديستنيشن
اي بي شيك صم و تي تي ال ونفس الكلام هنا مش هيفرق معايا خالص سورس اي بي ديستنيشن اي بي وتشيك صم و تي تي ال. فاضل حاجه زياده ما اتكلمناش عليها قبل كده خانه كمان بيحطها اي بي فيرجن 4 اسمها برو. برو دي اختصار ايه؟ بروتوكول. خانه اسمها برو اهي برو. ايه البرو ديت؟ قال لك والله بص لو اي بي فيرجن 4 استلم قطعه من الداتا من التي سي بي يعني استلم ايه؟ سيجمنت بيحط هنا 6 تمام؟ ولو استلمها من اليو دي بي يعني استلم ايه كده؟ بيحط هنا 17. دول ستين. اه دي ارقام محفوظه يعني لو سالت الانترفيو رقم التي سي بي كام؟ قول له 6، رقم اليو دي بي كام؟ 17. زي ما الدي اتش سي بي ليه رقم والدي ان اس ليه رقم وهكذا برضو هنا عندنا التي سي بي ليه رقم واليو دي هتلاقيه حاطط لك اهو 6 وايه وايه 17 تمام؟ ايه لازمته الرقم ده؟ مش المفترض طالما اللي حط البورتات والتشيك صم واحنا بنجهز الداتا تي سي بي لازم اللي يستلمها الناحيه الثانيه ويقرا البورتات والتشيك صم هو التي سي بي برضه ونفس الكلام. طب الجهاز اللي هيستلم هيعرف منين اذا كان هيسلمها عنده للتي سي بي ولا لليو دي بي؟ قال لك ما هو انا بجهزها لو حطيت 6 يبقى لما اسلمها الناحيه الثانيه الراجل يسلمها للبروتوكول اللي رقمه كام؟ 6. ولو حطيت 17 الطرف الثاني يسلمها للبروتوكول اللي رقمه كام؟ رقم 17. يعني معنى كده يا باشمهندس ان التي سي بي في السيستم رقم البورت بتاعه 6. ايوه بس هنا ما اسموش بورت نمبر بقى. اسمه برو. بروتوكول او بروتوكول تايب او بروتوكول نمبر. معنى كده ان مجرد اختلاف بس في الاسماء، يعني الناس اللي اخترعوا التي سي بي سموا الخانه اللي بيحط فيها رقم الابلكيشن اللي استلم منه بورت نمبر. تمام. لكن الناس اللي اخترعوا الاي بي اي بي فيرجن 4 سموا الخانه اللي بيحط فيها رقم اللي استلم منه برو. طب يا باشمهندس يعني كده التي سي بي ليه بورت نمبر وليه برو نمبر ولا ولا لا هو لا البرو لا نمبر هو بس؟ البرو ده اللي هو شبه ايه؟ تمام. في التي سي بي واليو دي بي شبه البورت نمبر. تمام. تمام كده؟ فده هيبقى 6 وده هيبقى 17. مين اللي حط الكلام ده؟ ده اي بي فيرجن 4. اذا بص الجزء ده كله من اول هنا كده لحد هنا ده يعتبر اي بي فيرجن 4 ايه ها؟ هيدر. اهو بص بقى لما اي بي فيرجن 4 يستلم قطعه من سيجمنت او داتا جرام ويحط هو التاتش والشغل بتاعه بيسموا الحته دي على بعضها كده باكيت. دي مصطلحات مهمه جدا في عالم الشركات. تمام؟ عشان كده يقول لك ايه بص خدنا حته من الداتا حطينا لها بورتات وتشيك صم بقى اسمها داتا جرام او ايه؟ بص هو الاسم المنتشر اكتر اللي هو سيجما، ناس كتيرة ما تعرفش الداتا جرام ده. تمام؟ حطينا لها اي بيهاتها يبقى اسمها ايه؟ لسه هنشوف لما نحط ماكاتها ان شاء الله كيف نتو يحط سورس ماك وديستنيشن ماك والكلام ده كله بيبقى اسمها فريم. يبقى اسمها فريم. تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ده بالنسبه للاير 3. لاير 3 كان ممكن اللي يشتغل فيها اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. تمام كده؟ تعالى اوريك الحته دي عملي على الباكت 3 6. نفتح لها كل النبات اللي عندنا. وعايزين نتفرج على رسالة تي سي بي وواحدة يو دي بي ونشوف الاي بي فيرجن. خليني اراقب مثلا الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي بيشتغل ايه؟ يو دي بي. افتح كده الداتا ديت. بص دي اتش سي بي ده يعتبر كده لير كام؟ لير 7. جهز الرسالة سلمها لليو دي بي حط السورس بورت ستيشن بورت شيك صم. دي كده بقى اسمها ايه؟ داتا جرام. استلمها اي بي فيرجن 4. بص اي بي فيرجن شايف دي 4 عارف لو ده كان 6 ده كده مكتوب هنا 6. بص بقى حط السورس اي بي والست
الكونفرميشن اي بي والتي تي ال والتشيك سام وشايف الخانه اللي اسمها ايه برو. المفروض يحط كام بقى؟ انا قلت لك كام لو استلفني 17 يحط 17 امال ايه 11 دي؟ ما هي هنا مكتوبه بالهكسا راجعوا ورجعوا في الذاكره للهكسا. الهكسا دي كده خانه ال 16 يبقى الواحد ده يعادل 16 واحد يبقى كده 17 تمام كده؟ اوكي. طب لو عايز تشوف رسالة تعال نشوف رسالة في سي بي. هاجي هنا على الجهاز ده وافتح البراوزر واقول له www. او اقول له مثلا 20.007 انتر. تعال بقى نراقب ايه دلوقتي؟ نراقب الاتش الاتش تي بي. نروح بس نبص انتر هنا تاني ونراقب الاتش تي بي. افتحها بقى كده بص هتلاقي بقى في الاتش تي بي اللي استلم تي سي بي. بص بقى ما شاء الله حط سورس بورت وديستنيشن بورت وسيكونس نمبر واك وويندو وتشيك سم في حاجات تانيه مش علينا قوي. طيب مين استلمها؟ اي فيرجن برو. بص حط كام هنا؟ سجل برو. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ نرجع تاني للاجنده بتاعتنا. بصوا بقى احنا قلنا يو في لما بيزود ويحط الهيدر بتاعه حجم الهيدر بتاعه قد ايه؟ 20 لا اليو دي بي 8 بايت وده 20. طب اي بي فيرجن 4 الجزء اللي بيحطه ده بيبقى حجمه قد ايه؟ يعني هيكبر لي حجم القطعه الواحده قد ايه؟ بيبقى يعني في اغلب الاحوال 20 بايت بس ممكن في بعض الحالات يوصل ل 40 بايت من 20 ل 40 بايت. اذا الجزء اللي بيحطه اي بي فيرجن 4 مش ملوش قيمه ايه؟ مش قيمه ثابته، لكن في معظم الاحوال بيبقى 20 بايت، لكن ساعات بنحتاج نزوده ونوصله ل 40 لحاجات مش علينا ناخدها ان شاء الله في الجيم. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ فالاي بي فيرجن 4 من 20 ل 40، ان شاء الله لما تدرس اي بي فيرجن 6 لاي بي فيرجن 6 بيحط ايه؟ 40 ثابتين تمام؟ ما لا بيزيدوا ولا بيقل. ده الجزء اللي هيزود وكده اسمها ايه في الاخر؟ اسمها باكت تمام كده؟ طيب نخش بقى مين اللي هيستلم؟ انا كده خلصت لك لير 3. شايف لير 3 خلصت بسرعه ازاي؟ لان احنا درسناها بالتفصيل قبل كده. لير 2 لير 2 خد بالك لير 2 دي حسب انت شغال وايرد ولا وايرلس. لو شغال وايرد يبقى اللي هيستلم ايثرنت 2 يحط ماكين بس سورس ماك وديستنيشن ماك واف سي اس. لو شغال وايرلس 802.11 يحط ثلاث ماكات واف سي اس. خلينا نركز على انهي؟ على الوايرد. لاير 2 اسمها ايه؟ اسمها داتا لينك لاير. اللي هيستلم ايثرنت تو. سؤال هيستلم ايه؟ استلم باكت صح كده؟ يبقى ادي باكت جايه له اهي جاهزه من مين؟ يا اما من اي بي فيرجن 4 او ان شاء الله لو احنا استخدمنا يبقى ايه فانتوا ممكن تجي له باكت من اي بي فيرجن 4 او تجي له باكت من اي بي فيرجن ايه؟ زي ما اي بي فيرجن 4 ممكن تجي له من مين؟ من السي سي بي او تجيله من الايه؟ من اليو دي بي. وظيفته ايه بقى حضرتك؟ يحط بقى سورس ماك. خليني عشان اقول لك في الحقيقه زي الحقيقه بالظبط. ادي الباكت اهي. ادي السورس ماك والديستنيشن ماك. وفي خانه جديده ما اتكلمناش عليها قبل كده بس اسمها هنا تايب. ايه التايب دي؟ هو مش ايثرنت 2 ممكن يستلم باكت من اي بي فيرجن 4 او يستلم باكت من اي بي فيرجن 6. والله لو استلم من اي بي فيرجن 4 بيحط هنا 0x800
ولو استلم من اي بي فيرجن 6 بيحط، لاحظ كل بروتوكول بيسلم اللي بعده لازم اللي بعده يحط رقم البروتوكول اللي هو استلم ايه استلم منه، عشان لما يجي يسلم الناحيه الثانيه يسلمه هو هو يقرا الايه يقرا الداتا. وهنا لو استلم باكت من اي بي فيرجن 6 بيحط 0x86DD. ايه الرقم ده؟ بص طالما كتبت لك 0x كده انا بقول لك ان الرقم اللي مكتوب ده مكتوب بالهكسا، فالمفترض ده 800 بالهكسا. احسبه انت بقى بالباينري مش عارف هيطلع 1024 او حاجه. طيب وده كده 86DD ده كده مكتوب بايه؟ بالهكسا برضه. طيب فبص لاحظ حاجه، في التي سي بي مسمين الارقام اللي بتتحط بورتات، في اي بي فيرجن 4 مسمينها ايه؟ برو. في ايثرنت 2 مسمينها ايه؟ طيب حسب انا استلمت من مين. بس لاحظ حاجه، ايثرنت 2 يا يستلم من اي بي فيرجن 4 يا اي بي فيرجن 6، يعني 2 بروتوكولز. اي بي فيرجن 4 يا يستلم من تي سي بي عليها، لكن بص ما شاء الله تي سي بي او اليو دي بي ممكن يستلموا مين بقى؟ عندنا مئات وعشرات والاف الايه؟ دي اتش سي بي والدي ان اس والاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس وهكذا. تمام؟ فعشان كده انت يهمك تحفظ الارقام اللي هي البورتات دي، دول مش مهمين قوي. وبعدين في الاخر يعمل ايه بقى؟ يقوم جاي واخد كل دول كده الباكت اللي هي باي بيهاتها وبورتاتها والمكات والطيب وكل الحاجات دي، يدخلها يضربها في الخلاط ويطلع ايه؟ الاف سي اس. بص لاحظ الاف سي اس بتتحط فين؟ ايه ده؟ يعني انت اخدت لي الباكت اهي. بص بيقوم جاي حاطط ايه؟ قبلها يحط الجزء ده، وفي النهايه في نهايتها يحط ايه؟ يحط الجزء ده. عشان كده بقى يقول لك ايه؟ ان ايثرنت 2 بيحط هيدر يعني في المقدمه صح، في الهيدر على طول، ويسموا الجزء ده تيل يعني في الديل في الاخر. تمام كده؟ عشان كده يقول لك ايه؟ ان ايثرنت 2 بيحط هيد او هيدر وتيل، او ساعات بيسموه تريلر، هيدر وتريلر او هيد وتيل. التيل اللي هو ايه؟ الاف سي اس، والهيدر اللي هو السورس ماك والديستنيشن ماك والطيب والطيب. طب احنا عرفنا حجم الجزء اللي بيحطه اي بي فيرجن 4 من 20 لكام؟ ل 40. طب حجم الجزء اللي هيحطه ايثرنت 2 كام؟ بص احنا عارفين ان السورس ماك ده 48 بيت، احسبهم بالبايت يطلعوا 6 بايت، يبقى دي 6 و6 يبقى كام؟ 12. والجزء البرو ده عباره عن 2 بايت، اللي بنحط فيه الرقم ده او ده عباره عن 2 بايت، يبقى كده كام؟ 14. والاف سي اس اللي بيتحط في الاخر ده 4 بايت، يبقى كده الاجمالي كام؟ 18 بايت. ساعات بيسالك في الانترفيوز يقول لك قول لي بيانات الهيدر والتيل اللي بيحطهم ايه فرنت ايه؟ تقول له بقى ايه؟ سورس ماك، ديستنيشن ماك، طيب اف سي اس. احجامهم ايه؟ 6 و6 واثنين وكام؟ واربعة. اجمالي حجمهم 18 بايت. وفي النهاية القطعة اللي خلي بالك كل دي قطعة من الداتا، يعني لو ده ملف 1 جيجا وقطعناه مليار حتة، الحتة الواحدة بص هنقعد نحط فيها الكلكعة دي كلها. الجزء ده بقى في الآخر يسموه ايه حضرتك؟ سؤال، هو السويتش يقدر لو جات له باكت يتعامل معاها؟ لا لان ما فيهاش مكان. صح، عشان كده دايما في علم السويتشنج واحنا بنشرح اقول لك ايه السويتش استقبل فريم، عمل دروب لفريم، عمل فلودنج لفريم، تلاقي دايما مصطلح فريم ده مربوط بالسويتشات. انما الراوترات معتمده على ايه؟ على الباكت، فيقول لك ايه الراوتر استقبل باكت، عمل دروب لباكت وهكذا. فتلاقي دايما المصطلحين دول مربوطين، واحد بالراوتر والتاني بالايه؟ والتاني بالاي سويتش. شفنا ال 18 بايت وعرفنا ان اسمها فين، تعالى بقى اوريها لك على الباكيت تريسر. على الباكيت تريسر تعالى كده نراقب اي حاجه طالعه. نيجي على ده مثلا نقول له
جو ونشوف الداتا اللي طالعه واتفرج بقى على الجزء اللي بيحطه ايثرنت. بص استلم الاي بي فيرجن 4 حط كام هنا 800. لو كان استلم من اي بي فيرجن 6 كان حط 8 6 دي وقال السورس ماك والديستنيشن ماك وايه والاكسس. دي الحاجات اللي تهمنا في الهيدر والتيل بتاع ايثرنت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ الناس بقى اللي فاهمه شبكات صح لازم تكون عارف حاجه اسمها ام تي يو. ام تي احنا كده وصلنا خلصنا شايف بقى خلصنا لير 2 بسرعه ازاي لان احنا درسناها قبل كده بالتفصيل. يعني لا حاجه اسمها ام تي يو هما بالدراسات والابحاث لقوا ان المفترض لو انا عندي داتا سي حجمها ان شاء الله حتى 10 جيجا وقطعتها لحتت لو ايه بالدراسات والابحاث المفترض قطعه الداتا اللي هتاخدها من الملف الكبير لما نحط لها اي بي هاتها وبورتاتها وماكاتها المفترض يعني ما تزيدش عن 1518 بايت. ينصح بكده يعني ده مش معناه ان انت ممكن ما تزودها ممكن تزودها بس ايه هما بالابحاث لقوا ان هي لما بتزيد حجم القطعه الواحده عن 1518 البرفورمانس ما بيبقاش قوي يعني تمام. ده دي اختبارات مع الاجهزه الالكترونيه اللي بتبعت ايه داتا والمفترض ما تقلش عن اقل قيمه للقطعه الواحده 64 بايت. اذا ده المينيمم والماكسيمم سايز بايه للفريم. المفترض لو انا يعني خدت قطعه صغنططه جدا من الداتا ببورتاتها انت عارف انت لو حط حته داتا فاضيه مفيش داتا اصلا اما هتحط اي هاتها وورطاتها ومكاتها المفترض مش هتقل عن كام؟ عن 64. عارف لو في فريم طالعه من الجهاز حجمها اقل من 64 ده معناه او وصلت للجهاز وهو بيشيك عليها لقى حجمها اقل من 64 ده معناها ان هي يعني في جزء ضاع منها لان مستحيل جهاز يطلع فريم حجمها اقل من كام؟ من 64. ساعتها الجهاز اللي هيستلمها هيتعامل معاها على انها مصطلح كده بيسموه رانت فريم. رانت فريم يعني فريم حجمها صغنطط جدا وده معناها ان هي في جزء ناقص منها مستحيل تكون وصلتني كامله وحجمها اقل من 64. عارف الجهاز اللي يستقبلها يعمل لها ايه على طول؟ دروب. يعمل لها دروب. والمفترض مستحيل جهاز يطلع داتا من جهازه او قطعه من داتا حجمها اكبر من كام؟ عشان كده لو جهاز استقبل داتا واكتشف وهو بيشيك على حجمها ان حجمها اكبر من 1518 ده معناها ان هي حصل فيها حاجه ودي بيسموها جيانت فريم. جيانت يعني متضخمه حجمها اكبر من الحجم الايه؟ من الحجم الطبيعي. يقوم جاي عامل لها ايه على طول؟ عشان كده اي جهاز بيستقبل داتا اول حاجه يعملها قبل ما يعمل اي حاجه يتاكد ان هي حجمها ما بين ال 64 وبعدين بعد كده يشيك على الاف سي اس اللي ايه؟ اللي فيها عشان ممكن يكون حجمها ما بين ال 64 وال 1518 بس برضه بايظه في اسفار فيها اتقلبت وحايد او العكس وبالتالي لازم يتقلب. لا الاف سي اس تمام يبدا بقى يشوف ايه؟ يشوف المكات اللي فيها جايه من مين وبعدين يسلم البروتوكول اللي بعده ويقرا الاي بي هات يسلم التي سي بي او اليو دي بي يقرا البورتات وبعدين يسلم الابلكيشن تقرا الداتا وهكذا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى انت مطلوب منك تعرف اهو الحجم بتاع الفريم المينيمم والماكسيمم. طب ده الفريم باشمهندس اللي بيستلم الفريم في الجهاز الثاني الايثرنت 2 مش شرط ممكن يكون جهاز وايرد بيكلم جهاز وايرد. لا انا بتكلم على الوايرد. لو كله وايرد يبقى اول ما تخش من باب الكارته هو اللي بيشيك يعني على الجزئيه دي هو اللي بيتاكد ان حجمها الايثرنت مش اقل من الحجم الطبيعي مش اكبر من الحجم الطبيعي وان الاف سي اس بتاعها ان هي ايه ان هي سليمه. طب ده انا كده بكلمك على الفريم. طب سؤال عشان الفريم ما تقلش عن 64 وما تزيدش عن 1518 يبقى المفترض الباكت تبقى ما تقلش عن كام وما تزيدش عن كام؟ ما احنا قلنا دي 18 يبقى المفترض ما تزيدش عن 1500 عشان لما ده يحط لها 18 يبقى الماكسيمم بتاعها كام؟ 1500 و1500
وما تقلش عن برضو اطرح من دي كام 18 يطلع 46 عشان كده يقول لك ايه ان الباكت اللي بتطلع من جهاز اللي هي داتا ببورتاتها واي بيهاتها وتي تي ال طبعا والحاجات دي كلها مفترض حجمها لا يقل عن 46 ولا يزيد عن 1518. عارف لو اي بي فيرجن 4 سلم ايثرنت 2 داتا باكت حجمها اكبر من 1518 ايه مثلا سلمه باكت حجمها 1505 الراجل ده هو هيحط الجزء يعمل اللي عليه فيطلع بعد كده حجمها في الاخر 1523 لما هيبعتها اللي هيستلمها هيفتكر ان هي ايه ان هي جايه انت فريم يعني حصل فيها حاجه بوظتها وجاي عامل لها دروب من البدايه. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ فاذا يقول لك الباكت ما تقلش على عن 46 ما تزيدش عن 1500 الفريم برضو عرفناه. طيب ده الكلام ده بقى معناه ان السيجمنت المفترض اقصى قيمه السيجمنت اقصى قيمه ليها تبقى كام؟ عشان عشان 1500 احنا قلنا ان اي بي فيرجن 4 بيحط 20 وساعات يحط كام؟ يبقى المفترض السيجمنت او الداتاجرام ما تزيدش عن 1400 وكام؟ و60 عشان لو اي بي فيرجن 4 احتاج يحط ال 40 كلهم يبقى برضه ما وصلتش وما عدتش ال 1000 وكام؟ عشان بيسموا بقى الرقم ده ايه؟ ماكسيمم سيجمنت سايز. ماكسيمم سيجمنت سايز اقصى قيمه ايه؟ اقصى حجم ليه السيجمنت او حتى ليه الداتا تمام كده؟ طيب ده اللي يهمنا يعني في معلومات ثانيه مش مهمه قوي. تعالى نفهم يعني ايه اصلا انكابسوليشن ودي انكابسوليشن. اللي انا عمال اشرح فيه بص احنا عمالين نغلف ها خدنا قطعه من الداتا عمالين نحط لها زي ما تجيب ظرف وعمال تحط في جواب تحطه في ظرف وتحط طابع وتحطه في صندوق ومش عارف ايه. فالعمليه اللي انا عمال اشرحها دي بيسموها انكابسوليشن. افترض اللي هيستلم الناحيه الثانيه بقى يعمل ايه؟ دي انكابسوليشن او دي انكابسوليشن يقعد بقى ايه؟ يقرا مكان ويرمي الجزء ده. يقرا ايبهات ويرميها، يقرا بورتات ويرميها والهدف في الاخر ان ايه؟ الهالو دي توصل للشخص ده ويقراها ويبدا